صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ الثالث من الشهر الثاني عشر من عام 1436 للهجرة بشأن مداهمة قوات الأمن موقعين مختلفين بمنطقة الرياض، أحدهما بحي المونسية، وتم القبض فيه على كل من أحمد سعيد الزهراني ومحمد سعيد الزهراني، أما الثاني فيقع بمحافظة ضرمة، وتم فيه ضبط معمل لتصنيع المواد المتفجرة. وفي إطار المتابعة الأمنية لتعقب كل من له صلة بالعناصر التي تم القبض عليها وبالمضبوطات التي تم العثور عليها، تمكنت الجهات الأمنية بعون الله من كشف خلية إرهابية مكونة من 5 أشخاص يتواجدون في 4 مواقع، 3 منها بمدينة الرياض والرابع بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية، ومن بينهم الشخص الذي استأجر منزل المونسية كوكر إرهابي فر منه قبل مداهمته ويدعى فهد بن فلاح سليمان الحربي. وقد كانت هذه الخلية تخطط لتنفيذ عمل إرهابي وشيك بلغ مراحل متقدمة من الإعداد للتنفيذ، وبناء على ما توفر تم بتوفيق الله تنفيذ 4 عمليات أمنية متزامنة شملت المواقع المحددة، وذلك يوم الأحد الموافق 14 من الشهر 12 من عام 1436 للهجرة، وأسفرت نتائجها عن الآتي: الموقع الأول، وهو عبارة عن شقة سكنية بحي بدر بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية، ونتج عن المداهمة مقتل المطلوب عبد العزيز بن زيد الوبيري الشمري بعد مبادرته بإطلاق النار على رجال الأمن والقبض على كل من 1. مهند بن محمد حمود العتيبي سعودي الجنسية. 2. فهد بن فلاح سليمان الحربي سعودي الجنسية. الموقع الثاني، وهو عبارة عن شقة سكنية بحي الفلاح بمدينة الرياض، ونتج عنه مقتل المطلوب عقيل بن عميش عقيل العقيلي المطيري سعودي الجنسية بعد مبادرته بإطلاق النار على رجال الأمن، وهو ممن سبقت استعادتهم من العراق وسجنه بعدها لمدة 3 سنوات. الموقع الثالث، وهو عبارة عن فيلا سكنية بحي الأندلس، ونتج عن محاصرتها استسلام المطلوب فيصل بن حامد أحمد آل حامد الغامدي سعودي الجنسية. الموقع الرابع، وهو عبارة عن ملحق سكني بحي السلي بمدينة الرياض، اتخذ كموقع للقاءات عناصر الخلية، وتبين من فحصه وجود تحصينات له من الداخل.
ولا تزال الجهات الأمنية توالي ميدانيا مباشرة عمليات موسعة ومكثفة حول جوانب هامة تتعلق بأنشطة هذه الخلية ومضوبط في مواقعها، ومصلحة التحقيق في هذه المرحلة تقتضي التريث في الإفصاح عنها إلى أن تكتمل الإجراءات القائمة بشأنها وبشأن الأطراف المرتبطة بها، وسوف يعلن في وقته عن كافة التفاصيل. ووزارة الداخلية تعلن عن ذلك، لا تؤكد أن أجهزتها الأمنية تواصل بكل اعتزاز أداء مهامها في تعقب أرباب الفكر الضال لكشف مخططاتهم الإجرامية وإفشالها والحيلولة دون تحقيق أهدافها في النيل من أمن الوطن وزعزعة استقراره. وستظل هذه البلاد بمشيئة الله واحة للأمن ومصدرا له، والله خير الحافظين.